ونجي انتم تسمعوا في برنامج دوسي من توا حتى للخمسة متاع العشية. وقفنا في الحديث على آلات متطورة لكشف المعادن في باطن الأرض يستعملها منقبون، تم العثور عليها وحجزها في جهات من الجمهورية. دكتور عمر عثمان قليل تحكي ليش أنا لا موضوع نحكي لك أنا نحكي لك على الآلات الصحيحة ولا هاتوا نحكي لك. احنا في إطار كنت حب لو سمحت نبدأ في إطار مشروعنا. احنا عندنا مشروع في يونغا مع جامعة دورام الإنجليزية، قمنا بتكوين مختصين في استعمال هذه الأجهزة المتطورة ما يسمى بالمسح الجيوفيزيائي، وعندنا الآلة الجيوفيزيائية وهذه مش ممكن أي كان يستطيع أن يستعملها. هنالك آلات عادية يعني متاع المعادن هذه موجودة بارتو. شكون مزود متاعها دكتور؟ معناتها مزود معناتها مفتوح للعموم أم أنه ربما يحكر على جهات رسمية بعينها؟ لا بالنسبة لل سكون أبل مانيومتر، هذه الآلة متاع المسح الجيوفيزيائي هذه مختصين وغالية هذه جاهية، ما تنجمش تجيبها أي كان ولا يستطيع أن يشتغل على أي كان. هناك مش ثقيلة جدا لكنها يعني تتطلب اختصاص ممكن تهريبها وتتطلب يعني. دراسة تهريبها لست أدري أنا مانيش ممكن أنا أحكي على فرضية تهريبها معناتها دخولها لأرض الوطن. يود دخولها إلى أرض الوطن لكن لا تستطيع استعمالها. إحنا توا أنا فورمي معنا كوننا زوز فقط في استعمال اي بالنسبه للسفخس ويبدو لي في ما نعرفش تنسكون ما نقول لك، اما بالنسبه لي انا كتفقديه وكمشروع يونغا هذا تريننج ان اكشن مع جامعه دورام الانجليزيه كوننا زوز فقط يشتغلوا على هذه اله المسح الجيوفيزيائي، وغير ممكن اي كان ما نجمش اي كان يشتغل على هذه الاله. شكرا لك دكتور. سيد العقيد، قلنا انه ثم اجهزه او الات يتم استعمالها مش في السفاقس ربما في جهات من الجمهورية، الهدف منها الكشف على معادن ثمينة ربما مخبية في باطن الأرض. اليوم في السفاقس احنا واخذين حذرنا من الآلات هذه، فما ربما سياسة واستراتيجية لمنع وصولها عند معناتها منقبين في السفاقس باش ربما يكشفوا بها على من او على مواطن او على مواقع للكنوز او للأثار. احنا على مستوى الإدارة العامة حرس الوطني وقت يتم حجز آلات تستعمل لغايات دنيئة جديدة او مثلا أدوية عندها تدخل في مخلفات ولا نوع من اللي نقولوا احنا اللي يستعملوهم في قال حبوب الهلوسة فهمتني او غيره كذا، باش احنا يتم تعميمها على جميع وحدات الحرس الوطني في كامل تراب الجمهورية، يتم تصويرها فهمتني وتوجيهها لتعميمها على جميع الوحدات باش حتى اللي ما يعرفهاش ياخو عليها فكرة، باش كي يجي قدامه في سيارة اثناء تفتيش ولا في موقع ما يلقى كذا كذا تكون عنده فكرة على نوعية. نحكي لك انا على نوعيات معينة تم ضبطها دونك يتم تعميم الصور نتاعها هذه على جميع الوحدات العاملة على الميدان باش تبدا عندها فكرة على نوعية الآلات هذه اللي ولت تستعمل هالورديناتور بورتابل وتستعمل هالديتكتور وما نعرف شنو فهمتني ولا اللي وصلنا احنا حجزنا بقيمة 40000 دينار مش 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 رخيصة معناها فهمتني. وناس ولت تدخل عن طريق الانترنت وتشوف كيفية الاستعمال وكيفية الواحد وكذا وتخدم بطرق هذيك فهمتني. والله سيد العقيد استاذ صاحبي رويس نمشي معك لموضوع اخر، شغل الرأي العام في صفاقس مدة معناتها في المدة السابقة اللي هي العرصة اللي تسرقت من الجامعة الكبير أو من قدام الجامعة الكبير في صفاقس، وتم وقت الترويج لذلك على أن هي يعني من باب المتاجرة في الآثار، معناتها العرصة ذيك تم سرقتها من أجل ربما بيعها أو اخر ما سمعناه ربما ما عادش تاكد لي صحيح ولا غلط، وانت الملف هذا عندك اطلاع معناتها دقيقه عليه بحكم ربما ترافع في على المتهمين، ربما كان ثم ظن عند الناس اللي سرقت انه فما خريطه مخبئه داخل العرصه هذيك بها باش يكشفوا على كنوز. اعطينا تفاصيل على العمليه هذه. هي العمليه حصلت في شهر اكتوبر من سنه 2016، وهذا العمود والبعض يسميه بالحجر هو موجود أمام الجامع الكبير بنهج الإمام صحنون بطبيعة الحال، ووقع نقل هذه الحجارة أو هذا العمود الأثري من مكانه الطبيعي اللي كان هو موجود أمام الجامع، تم نقله عن طريق قرافعة صوروا أنه رافعة دخلت البلاد العربي وصلت أمام الجامع الكبير، وهؤلاء المتهمين تولوا رفع هذا العمود اللي هو حجمه بطبيعة الحال ثقيل، وتم نقله لمئات من المترات إلى خارج المدينة العتيقة من جهة باب الديوان، ثم بعد ذلك تم نقله باب الجبلي، ثم بعد ذلك تم نقله إلى منطقة العامرة أين تم تهشيمه كليا، والغاية هي البحث عن خريطة موجودة في هذا العمود. وبطبيعة الحال فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس العامرة تنقلت بعد التنسيق مع مركز الأمن الوطني بالمدينة العتيقة، وتم حجز
الحجارة المتناثرة دون العثور على أي شيء يفيد أنه ثم خريطة ربما من خلالها حاول المتهمين الوصول إلى مراد معين وهو هذا الكنز اللي هو وهمي. يعني وقع البحث في الموضوع وأحيلوا جميع المتهمين على الدائرة الجنائية وتم بطبيعة الحال القضاء بثبوت إدانتهم والسجن مدة 6 أشهر. دكتور عمار عثمان، استشارة مصالح المعهد الوطني للتراث، المعهد الوطني للتراث ماذا شو كان رايه في الموضوع هذا؟ هل انه العرصه هذيك اللي تم اللي تم ربما نقلها من مكانها، هل 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 صنفها ان هي قطعه اثريه ام انه ربما قطعه عاديه؟ يستطيع الاستاذ، انا وارى الاستاذ لديه نسخه بطبيعه الحال من المحضر وفيها توقيعي انا، يستطيع ان يقرا لك ماذا قلت حول هذا الموضوع. انا دكتور اللي استغربته في لانه تو انت هكا صادق على الوثيقه اللي هي رسميه واللي هي امامي انه انه الساعه الاولى تبداو بالحارس، بالحارس يعني على ما يبدو انه ثم حارس ليلي اللي هو في نهج الامام محمد الصحنون، اين هو يقر حرفيا يقول لكم راهو بعد احضاري واعلامي بموجب السماعي بصفتي الحارس الليلي لنهج الامام محمد الصحنون اين توجد الحجاره الاثريه التابعه للجامع الكبير من المدينه العتيقه. يعني السيد لهنا عرف بنفسه باعتباره حارسا مسؤول، يقول لكم راهو لم اتفطن الى هذه الحجاره قط، بل انها لا توجد بمرجع نظري الذي احرص به، وبعد يقول لكم راهو لم اتفطن قط الى عدمي ولم اكترث الى الموضوع. يعني تو ضي الحارس اللي تم تكليفه بالتالي ما مش تحدث على الجهه الامنيه اللي هي تشرف على الموضوع، تم تكليفه من قبل من على هذا السيد هذا بطبيعه الحال مش نعطي هويته، لا لانه السيد هذا بطبيعه الحال لا ما قلت شك انا تم استدعائه من مركز الامن الوطني بالمدينه العتيق وتم التحرير عليه باعتباره الحارس الليلي، وكيف كيف وقع سماع الدكتور باعتباره متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي، واكد على انه ما يمكنش تحديد تاريخ الاختفاء نتاع العمود هذايا، واكد الدكتور انه هالعمود الرخامي ليس لديه اي قيمه ماديه كما انه موضوع منذ حوالي 30 سنه امام مدخل الجامع، واكد يقول راهو وزنه ثقيل ويصعب حمله او نقله. يعني اذا 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 الامر ولا صعيب على الوزاره وعلى الجهات الامنيه ولا سهل على الجناة ولا سهل على ذوي الشبهه انهم ينقلوه ويرفعوه، يعني نقطه استفهام كبيره، فلانه نقطة استفهام كبيرة أمام الجهة المسؤولة عن الحفاظ عن هذا العمود. وبطبيعة الحال إذا أنتم عجزتوا على أنكم ترفعوه وتنقلوه بما لديكم ربما من 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 من, من إمكانيات مادية، أنا أقول لك 3 ولا 4 اللي هم متهمين إمكانياتهم المادية محدودة، والدليل أنهم يمشوا على الآثار ويلوجوا وتمكنوا من رفعه بواسطة آلة ولم يتفطن إليهم أيا كان. وأنت تعرف من الجامع الكبير حتى الباب الجبلي، حتى الباب الجبلي الكاميروات اللي كانت مثبتة لا 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 للمركز آمن كامل في المدينة العتيقة، ورغم ذلك كما أكدت الرجل ما فاقوا به بطبيعة الحال كان بعد مدة وتم إلقاء القبض عليه في منطقة العمرة بعد 50 كيلومتر. مسألة أمنية تخرج عن نطاق المعهد الوطني للتراث، هو الأمن ما فاقش به، العساس ما فاقش به، الناس ما فاقوش به، غادي كاش تحب المعهد الوطني للتراث يفيق به في الليل، والحجارة موجودة منذ سنوات. غاديك هو سؤال يطرح هنا دكتور، علاش الزوب على الكل معناتها على نقل عرصة من الجامع الكبير وانتم تقولون ما عندهاش قيمة ربما تاريخية؟ لا ما قلناش ما عندهاش قيمة تاريخية، علاش هم تم سجنهم؟ لم نقل ذلك البت، قلنا ما عندهاش قيمة مادية، قالونا فلوس قيمة بتاعها المادية. نحن نقول دائما يعني القطع الأثرية لا تقدر بثمن، مش ما لا ما فهمت خطأ لربما يعني من نجم اليوم نعتبره أنه القطعة هذيك عند المصالح الأمنية، القطعة هذيك معناتها نقلها أو تهريبها من جهة إلى جهة معناتها يعتبر جريمة، يعتبر معناتها أمر مخالف للقانون إلا إذا كان عنده قيمة مادية مثلا؟ لا لم أقل كيفاش، إلا إحنا بالنسبة لنا إحنا كمختصين وكمسؤولين على التراث وقت تبدأ عندها قيمة تراثية، عندها قيمة أثرية، عندها قيمة تاريخية، بالنسبة لي أنا جريمة مهما كانت. واضح استاذ، اذا القضيه اليوم معناتها تم الحكم فيها، تم البت فيها بطبيعه الحال، ربما تم اعتبار الامر يتعلق بجرحى وليس بجنايه، رغم انه المشرع التونسي في مجله حمايه التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليديه كان صارما ويتحدث في الفصل اللي هو الفصل بطبيعه الحال اللي هو الفصل 82 على انه العقوبه تصل الى 20 سنة سجنا، وهنالك شروط ان تكون هذه الجريمه قد ارتكبت من مجموعه من الافراد اللي فوق العدد بتاعهم 3 افراد، فاكثر العقاب يكون بالسجن مده 20 سنة. يعني في نهايه الامر تم اعتبار الامر يتعلق بجنحاله اكثر ولا اقل اللي هي من قبيل السرقه فقط، يعني رغم انه ثم نص خاص لانه في الملف هذايا
تم الاعتماد على احكام الفصول الجزائيه العامه اللي هي الفصل 231 و 32 و 33 و 34 اللي تحثوا على العصابه المتكونه من عده افراد بنيه الاعتداء على الاملاك والسرقات. ورغم انه ثم نص خاص كان واضحا وجرم هذه الافعال لانه اثبت من خلال المراسله اللي تقدم بها سيد قاضي التحقيق الى انه هذا العمود له صبغه اثريه وتراثيه وعنده قيمه معنويه يعني بناء على راي المعهد الوطني للتراث بطبيعه الحال. ديما دكتور عمار عثمان يصر على انه ديما هو المرجع على انه معناتها فلا المعهد هو المرجع والاختصاص القيمه التاريخيه يعني لكل قطعه. اي ملف يشتبه في وجود قطع اثريه اراه نرجع لكم اليا القضاء بطبيعه الحال بصوره اليه المكاتبه اللي كمان هي تصل وانتم الاجابه بتاعكم زاد تصل ويعطيكم الصح. واضح استاذ. احنا معنا في الهاتف السيد مراد التركي الناطق باسم محاكم صفاقس. مرحبا سي مراد. اهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بجميع ضيوف الكرام وتحياتي للاستاذ صاحبي والى الدكتور عمر عثمان معنا في البلاتو والسيد العقيد فؤاد حمدي. سي مراد اليوم ثم القضيه هذه قضيه العرسه نتاع الجامع الكبير في صفاقس اثارت الكثير من الجدل في وقت من الاوقات حول ربما خلفيات او نوايا من قاموا بنقلها من مكانها. اليوم القضيه منشوره عندكم وتم الحكم فيها كما قال الاستاذ صاحبي بست سنوات على ستة أشهر على المتورطين في هذه القضيه. شي تفاصيل ربما هذه الحادثه وحسب الابحاث اللي عندكم شنو كانت نوايا الناس اللي قامت بنقل هذا العمود؟ بالنسبه للوقائع المتعلقه بهذه الاستيلاء على العمود الرخامي المسجد المدينة العتيقة هو كما جاء على لسان الأستاذ صاحب الرئيس كان استيلاء عليه. يبدو هناك معناها غايات معناها شخصية نقول من البحث عن خرائط أو شيء وغيرها، لكن في جميع الأحوال يقعد الفعل هذايا فعل مجرد قانونا مهما كانت النوايا سواء كان باش يحط هو كمعناها ديكور في المنزل نتاعه أو باش أنه معناها يبحث عن شيء دخلها فهذا الفعل هو مجرد. كما قال ايضا هو الفصل 83 معناها بالنسبه في قضايا الاتجار معناها يعاقب اذا كان معناها كان الامر من قبيل المجموعه اللي هي عصابه سموها عصابه معناها الاستيلاء غايتها القصد من العمليه هو الاستيلاء على هذا الاثر المنقول والعقار المنقول فالعقوبه توصل حتى ل 20 سنه سجن ومعناها فيها حتى معناها خطيه ماليه معناها ضخمه جدا. والمشرع التونسي كما نعرفوا انه شدد في العقوبات بعد 2011 لان القانون هذا نتاع المجله نتاع حمايه التراث متعلق بمسلسلات حمايه التراث الاثري التاريخي والفنون التقليديه هو كان صدر عام 94. بعد 2011 25 ماي 2011 تم تلقيحه بموجب مرسوم عدد 43 سنه 2011 كي نقولوا 25 ماي معناها 2011 نقولوا بعد الاحداث اللي عرفتها البلاد التونسيه حدث الثوره فيبدو انه هناك معناها كان معناها ظهرت معناها مجموعات وعصابات تستولي على المواقع الاثريه وتنبش فيها. جاء المرسوم هذه شدد في العقوبات حيلة بدرجه انه معناها نقع تقريبا جميع الفصول سواء متعلقه بالتنقيب او متعلقه بالاتجار. سي مراد هل انه الابحاث الجاريه في هذه الملفات تكتفي فقط معناتها بالبحث عن المتورطين فيها ام ربما كشف نواياهم وارتباطاتهم وربما اذا كان فما شبكات منظمه تشتغل في هذا المجال؟ هو احنا نشوف الابحاث في الموضوع هذا يرتكز اساسا على معناها ديما نعرف حتى بالنسبه للاستاذ معناها الناس المختصين في المذهب القانون يعرفوا ان اي جريمه فيها معناها ديما ركنين، ركن مادي وركن قضائي. هو القصد انه باش يتاجروا في الاثار هذه معناها المشرع هنا اللي يطبق فصول معينه. اذا كان مش يكون مثلا التنقيب يكون بقصد الحفاظ عنده هو يتحوز بها وممكن ويضعها معناها زينه في المحل نتاعه وتولي يطبقوا عليه فصل اخر. فالقصد مهم ياسر في تحديد معناها القصد الغايه من التنقيب على الاثار. كما قلت لك مثلا ناخذ معناها بعض الامثله نعطيك بعض الامثله القانونيه مثلا الموجوده حسب القانون الموجود حاليا يطبق كي ناخذ فصل 82 قوي عقب بالسجن 5 سنوات و50 الف دينار كل من يقوم بالتنقيب او الحفر او غير ذلك من اعمال البحث بهدف معناها التفتيش على الاثار المنقوله
أو الثابتة. هذا الإنسان يبحث على طريق خمسة سنين تعقب. إذا كان نشوف مثلا حالة أخرى نقاوم مثلا الشخص فمتشوف حتى المشرع التونسي باش نضيف لك حاجة مهمة ياسر، مثلا فصل 88 جديد يعاقب كل من يدلس أو يقلد لغرض تجاري المأكولات المحمية دون حصول على ترخيص. يعني حتى ذاك الناس اللي يسموهم متحايلين، ذاك اللي يحاول أن يسمع بعض الآثار في شكل معين تنطبق على أثر مقول، معناها مقول أثري معين ياخذ الشكل هذاك ويطبعه ويخرج يتشكل من الخزف، فهذا يعاقب أيضا فصل. يعني جرائم الآثار لا تقتصر فقط على تهريبها أو على التنقيب عليها، بل حتى تقليد الآثار، حتى تقليدها يعاقب عليه القانون 6 أشهر و5000 دينار كثير مثلا. هذه معناها بين الآخر كي نمشيو مثلا من جرائم أخرى نقاوم مثلا شخص هو على القانون قبل، باش نعطيك لاحظت حاجة، كان قبل كان كيف يقع القبض عليه الأشخاص هذوما باش يتمسكوا، ويقول لك المكان هذا أثار غير محمية غير مصنفة مش داخلة في تقسيم معين أو في تصنيف معين، ويقول لك لا أنا حر باش نبحث نحفر في المنزل بتاعي فأنت اعترت على أثار معناها ولا شيء يدعى أنه يعني أثري، فهو لي نفسي كل من يعطي الحاجة في المنزل بتاعي يقول لك بتاعي. لكن جاب قال المرسوم هذا ولات المحمية وغير محمية، أدخل الغير محمية اسمها غير محمية حتى نجلوها ما نعرفوهاش هي عن شكون الموجودة. فالقانون طلع حاليا الشخص اللي يقوم بالتنقيب او يحفر حتى صدفه ويبقى اثار في المحل بتاعه في ملكه وفي ملكه، هو بنظر القانون الجزائي هو معناه محل تتبع قضائي جزائي. لاجل ذلك حبيت نعطيك بعض الامثله الاخرى، مثلا كناخذوا من يخفي او يمسك او يحوز او يفوت المنقول، معناه في الحاله هذه السجن مده 3 سنوات خفيه 30 دينار، توصل عقوبة إلى 10 أعوام و 100,000 دينار خفية. شوف هذه معناها العقوبة تتدرج وتتشدد كل من يهرب المنقولات الأثرية، وتضاعف أيضا العقوبة. تعرف تضاعف العقوبة إذا كان في صورة العود، إذا كان يرتكب الفعل المرة هذه المرة الجاية عودها تولي له 20 سنة سجن معناها وتولي 200,000 دينار خفية. هذا الشخص في عملية التهريب. نوصل نشيو نقاول مثلا بالنسبة للعصابات الدولية، العصابة الدولية اللي هي تم عبر وطنية يكون معناها التنقيب على هذه الأثار بالبلاد التونسية وهم طرف أجنبي. الحالة هذه معناها نوصلوا نقاوم معناها منظمة تكون العصابة المكلفة من أكثر من 3 أشخاص يعاقب لمدة 20 سنة وبخفية 200,000 دينار للتجارة في الأثار المقولة إذا كان فما طرف أجنبي، التنقيب على الأثار إذا كان فما طرف أجنبي، سرقة الأثار المقولة أو جزء منها من المتاحف العمومية أو المباني العمومية، أو إخفاء أو مسك أو حيازة تفويض في منقول أثري بصفة تعرف المسبب تعمل بصفة عفوية أو عفوية مرخصة حتى كنا يكون عن حسن نية، وكذلك تهريب الأثر المنقول المشرع هنا يعاقب توصل العقوبة إلى 20 سنة وخطير 200,000 دينار. هات نحكي بسي مراد، وأنت معناتها نطق باسم حاكم صفاقس اليوم، فماشي قضايا نوعية في صفاقس عندها علاقة بالتنقيب على الأثار أو تهريبها؟ لا احنا تو استمعت جيدا للحوار اللي صار بين الاستاذ الحاضرين، كما قال معناها بالنسبه لنا في السقف معناها عندنا قضايا معروفين، معناها كما قال تو الاستاذ الصحبي رئيس قضيه عبد الحميد بتاع المدينه العتيقه تقريبا هي معناها اثارت معناها استياء لانه هو الرمزيه بتاع المسجد معناها في المدينه العتيقه معناها وكيفاش تم معناها استيلاء على هذا العمود. لكن ما سجلناش معناها قضايا مهمة جدا القضايا، فما بعض النبش في بعض القبور القديمة أو النبش من قرب المواقع الأثرية، وتعرف المنطقة مثلا كيما جبليانة ومنطقة الحنشة هي قريبة أكثر لمنطقة الجم، منطقة الجم منطقة أثرية، فامتداد المقابر معناها والمدن اللي كانت تداخل معناها مدينة الجم تصل إلى حدود معناها الحنشة وجبليانة، فطبيعي جدا أن تكون المناطق هذيك الأكثر ربما معناتها الأكثر نشاط على مستوى التنقيب على الأثار، الأثر عرضة لعملية التنقيب على الأثار. لكن الأماكن الأخرى كل معناها أنا أعتقد بأن أماكن محروسة ومحمية ومراقبة سواء من عوامل الضبط العدلية أو من العوامل المكلفين بذلك. يقولون زاد استاذ المواطنين زاد المسؤولين معناها في حالات نادره معناها او ديما يقولوا مش حتى نادره يقع الاعلام عن الحصول من عمليه محاوله النبش او نبش في بعض الاماكن الاثريه،
فيكون معناها الاعلام هذاك يبلغ المسامع الصوبة معناها على النظارات العادية ويتنقلوا ويقع القبض على الاشخاص هذوما. احنا في السقف السياسي مش قضايا كبيرة. واضح واضح سي مراد تركي، واضح السيد مراد تركي نطق الرسمي باسم محاكم صفاقس. شكرا ليك. اذا دكتور يقول لك احنا في صفاقس ماحناش معنيين معناتها برشا بظاهرة التنقيب على الاثار وبتهريب الاثار، ويقول لك الحاثة الوحيدة ربما اللي اسالت الحبر او ربما كمثل جدال عند رأي العام هي قضية العمود، ويبدو اني معناتها ما تدلش معناتها فعلا على وجود معناتها عمل منظم او عمل معناتها تابع لتنظيمات او لعصابات متخصصة في التنقيب وتهريب الاثار. صحيح، هذا ما قلته منذ البداية، قلت لا توجد هنالك يعني عمليات سرقة في جهة صفاقس. انا شخصيا لم اسجل سرقات من المخازن او من المتاحف ما عدا النبش هنا وهناك، وليست ب يعني جرائم كبيرة كما قال السيد تركي. مشكور. واضح دكتور. احنا شوي اخر باش نحكيه على زاوية اخرى في الموضوع دكتور عمار، اللي هو الناس اللي تتحوز على اثار بصورة قانونية. كيفاش ينجم شخص يمتلك اثار او قطاع اثرية تعود الى معناتها ازمنة وحقبات تاريخية قديمة دون ما يكون معناتها معرض الى عقوبات بنص القانون؟ شنية الطرق القانونية او تنقول شنية الوضعيات القانونية اللي يكون صاحب القطاع الاثرية غير معني بالمساءلة والمحاسبة؟